مثل رئيس إقليم كاتالونيا السابق جوردي بوجول أمام لجنة مختصة ببرلمان الإقليم الواقع شمال إسبانيا للرد على استجوابات النواب بخصوص الاحتيال المالي لعائلته. وكان بوجول أحد السياسيين الأكثر نفوذا في إسبانيا اعترف أن عائلته كانت تحتفظ بحسابات مصرفية بقيمة وصلت إلى 600 مليون يورو منذ أكثر من 30 عاما. أستطيع أن أقول بشكل قاطع أنني لم أكن سياسيا فاسدا. أنني لم أكن سياسيا فاسدا. نعم هكذا أكرر، لم أتلقى أموالا لأجل قرار سياسي أو إداري. رئيس الإقليم الحالي أرتور ماس الذي يوصف باليد اليمنى لبوجول منذ سنين طويلة سيوقع السبت مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على استقلال إقليم عن إسبانيا في 9 من تشرين الثاني المقبل. ويرى البعض أن توقيع المرسوم السبت جاء للفت الأنظار عن الفضيحة المالية لرئيس كاتالونيا السابق.